قرابة 80 طنا من الطماطم يعمل على تجفيفها فلاحو بلدية ولاد عبد القادر بولاية الشلف. الهدف التصدير نحو الخارج وتحديدا نحو فرنسا. هي أول تجربة تم خوضها لتطوير هذه الشعبة وتنويع الصادرات الفلاحية. يعني الخدامين نحوها نجيبوها في الصنادق تاعها تفوت في مرحلة الغسيل يعني والتصنيف تاع الطماطم. يعني نجيبو غير طوماطيش اللي مليحة، نقسم الحبة على اثنين بطريقة يعني أفقية، ثم تحطها في الأرض تحت يعني في أغطية خاصة، ثم نزيد عليها نضيف لها الملح وعن الشمس برك، يعني عندها الشمس فقط، يعني لما تجف تروح منها العصارة تاع الماء تحلي فيها، يعني تقعد طماطم مجففة قابلة للتصدير. يستقبل فلاحو المنطقة الطماطم من الولايات المجاورة لإجراء عمليات التجفيف لتلبية الطلبية المتفق عليها مع الشريك، ليتم مستقبلاً تلبية الطلبيات الكبيرة التي تلقاها الفلاحون من مختلف البلدان. طلبية عنا هذه رايحة إلى فرنسا، وجاتنا طلبية من دول الخليج، جاتنا من أمريكا، وشي ما نقدروش نلبيو الطلبيات هادو. احنا رانا مخمين إن شاء الله العام الجاي نديروا مدرسة نكونوا فيها الشباب، نعلموهم كما تعلمنا احنا ثاني نعلموهم، والسوق راهو كبير وحنا رانا الكمية عندنا كبيرة بزاف، لما لا مش نشاركوا في الاقتصاد تاع البلاد ونوفروا العملة الصعبة للبلاد. استثمار مهم يسمح من جهة بتطوير الصادرات نحو الخارج، ومن جهة ثانية تفادي الخسائر المكبدة جراء تكدس المنتوج.